بسم الله الرحمن الرحيم. ناس بتسأل على التورم بعد عمليات تركيب المفاصل، سواء مفصل الركبة أو مفصل الفخذ. الورم بيبقى شيء ما بيحبوش، وشيء يعني يجب ان احنا نحاول نتجنبه قدر المستطاع وناخد بالنا منه، علشان ممكن يكون دليل على لا قدر الله حدوث جلطة في الرجل، خصوصا لو كان الورم جاي من الصوابع وجاي تحت الركبة، فده ممكن يكون بداية انذار ان فيه جلطة في الرجل، او ما يسمى بDVT، جلطة في الرجل، وتبقى ده شيء مش كويس. ممكن يعمل الجلطة دي، ممكن تعمل مضاعفات، ممكن توصل للرئة، ممكن لا قدر الله ان هي تودي بحياة الانسان وبتخلي الرجل نفسها ممكن يحصل فيها مشكلة. فالورم ده لتجنبه قدر الامكان، المريض بعد العملية دايما يبقى حريص ان هو رجله تبقى مرفوعة لأعلى، اعلى من جسمه، ويحرك الصوابع على قد ما يقدر، يحرك المفصل على قد ما يقدر، حركة طبعا محسوبة وحركة منتظمة وحركة معقولة. أسباب تانية للورم، لو الورم في مكان العملية ممكن لا قدر الله يكون نتيجة نزيف في مكان العملية، برضو نبلغ الطبيب المعالج أو الدكتور، أو ممكن يكون يدل على إن في التهابات موجودة. لو في آلام برضو شديدة في المفصل أو في مكان العملية، نبلغ الطبيب المعالج على أساس إن هو يعرف هل الموضوع ده طبيعي ولا ايه بالظبط، هل ممكن يكون دليل على ان في مشكله في العمليه. المشكله لما تكون في بدايتها بيكون التعامل معها اسهل وممكن السيطره عليها. ممكن يكون التهابات تاج عمليه تنظيف او تطهير، يبقى الامور بسيطه، او ممكن يكون نذير ان في مشكله معينه في المفصل، فلما نبلغ بها بدري يتم السيطره عليها بدري قبل ما الامور تتفاقم. الورم ده ممكن يحتاج أشعة دوبلكس علشان نشوف الأوردة ونشوف فيها تجلط، ممكن يحتاج تحاليل، ممكن نعمل أشعات على المفصل أو على العملية، نعمل سرعة ترسيب أو CRB اللي هم عايزين نتأكد من طبيعة الورم، ممكن يحتاج مدرات للبول علشان تقلل الورم، وممكن يكون الورم نتيجة حاجة في الجسم نفسه، نتيجة مشكلة مثلا في الكبد أو مشكلة في الكلى أو الألبومين قليل، مشاكل كتير، او ممكن يكون حساسية. فالورم ده شيء مهم نهتم بيه. من الحاجات المهمة ان انت حضرتك لما بتضغط على الرجل زي ما في الشكل كده وتستنى شوية مثلا حوالي نص دقيقة، تلاقي في حفرة كده، ده يدل على ان فيه مية في الرجل. من الحاجات المهمة ان احنا بنطلب للمريض ان هو نايم يرفع رجليه بهذا الشكل، بحيث تبقى رجليه اعلى من مستوى الصدر ومن مستوى الجسم، فيبتدي المية لو هي موجودة في الرجل تنزل، وكذلك حركة الاصابع وحركة الكف، وممكن نعمل تدليك للرجلين. كل ده بيساعد في ان التورم بيقل، ويبقى ده مهم. في ناس كتير بتقعد وهو قاعد ورافع رجله على الكرسي، ده ما بيعملش حاجة. ليه؟ لان جسم المريض اعلى من مستوى الرجل، فبقى بيعذب نفسه على الفاضي. لما تكون رجل ورمة وفيها مية، يبقى لازم يعلي الرجلين بهذا الشكل، ويبقى نايم على الظهر بهذا الشكل، او لو ما يقدرش ممكن يرفع المخدة شوية. بس المهم ان لازم يكون رجل نفسها تكون اعلى من مستوى الصدر، علشان المية او السوائل تنزل من اعلى الى اسفل وتبتدي تتصرف في الجسم. يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو ولايك للفيديو عشان ينتشر، لان اعتقد في معلومات ممكن تكون ناس كتير محتاجاها. والقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.